الإعلام في دول العالم المحترم وظيفته أناقشت ينقل الناس الحقيقة، يفضح الفاسدين أيا كانوا، ينقل رأي الناس. عشان كده سموا الإعلام السلطة الرابعة اللي بتتساوى مع السلطة التنفيذية والسلطة القضائية والسلطة التشريعية، وأحيانا بتسبقهم وبتكون هي الأقرب للشارع. يعني الإعلام مش حرب ولا هو معركة مين ينتصر فيها ومين يخسر، إلا في الأنظمة اللي انت بتخدمها، الأنظمة الدكتاتورية المستبدة الموتورة. الأنظمة دي ما تعرفش حاجة اسمها الاختلاف، ما تعرفش حاجة اسمها النقد، ما تعرفش حاجة اسمها المناقشة. أنت عليك أربع حاجات تعملهم أو ثلاثة: أنت تتفق، تنافق، تؤيد، تلتزم. هكذا كان إعلام عبد الناصر: ممنوع تختلف، ممنوع تناقش، كافر لو تنقد، تؤيد، تتفق، تنافق، تلتزم وتسير خلف الزعيم.